السلام عليكم، معكم راشد من قناة رار سكانا مش رار فتنس. هذا أول فيديو إلي بعد ما غيرت اسم القناة، وراح أحكي لكم ليش غيرت اسم القناة. بس قبل ما أحكي لكم ليش غيرت اسم القناة، في معاي خبر شوي حزين. هذا الفيديو راح يكون آخر فيديو عم بصوره بهاي المعدات، لأن الفيديو الجاي راح يكون فيه معدات جديدة من ناحية الكاميرا، المايك، الإضاءة، وراح أمشي معكم خطوة بخطوة من ناحية الأنبوكسينج، كيف راح اشبك المايك، كيف راح نشبك الكاميرا، وشو البرامج راح نشتغل عليها بحيث نطلع لكم فيديو بكواليتي عالي جدا يليق فيكم. طبعا كل هاي المعدات، كل هاي الكاميرات ان شاء الله عشان نقدم محتوى بكواليتي حلو تقدروا تستمتعوا وانتم عم تحضروا، تستفيدوا، تاخذوا منا معلومه ان شاء الله تقدروا تستفيدوا منها. اول شيء نرجع لموضوع ليش غيرت اسم القناه. رارس كان الاسم هذا الصراحه اسم انا اسمي الشخصي رارس كان. ليش غيرت اسم القناه؟ اسم القناه تغير عشان في تحدد بالمحتوى، راح يكون في محتوى للتكنولوجيا، محتوى للجيمز، محتوى للفتنس، فما بدي اسم القناه يظل مختص بالفتنس، هذا هو السبب. ثاني شيء نيجي للموضوع اللي كثير حلو وكثير انا مبسوط عليه، اللي هو راح نغير ونعمل ابجريد للكاميرا، للمايك، للاضاءه، وإن شاء الله نقدم محتوى كثير حلو بكواليتي عالي. من ناحية الكاميرا، أنا كنت أستخدم كاميرا سوني أوبتيكال زوم 5.0. طبعاً هاي الكاميرا قديمة جداً جداً جداً. هاي الكاميرا لو بدي أبيعها ممكن نحطوها بمتحف قد ما هي قديمة، لكن من الكاميرات القريبة جداً على قلبي، صورت فيها محتوى حلو وقدمت فيها فيديوهات، لكن إجا الوقت إنه احطها بالدرج واحتفظ فيها، ما راح اقدر ابيعها لانه هاي الكاميرا كثير عزيزه علي وكثير خدمتني، فحاليا ما بقدر غير احطها بشنتتها واحطها بالدرج ونستخدم الكاميرا الجديده. حاليا من ناحيه التصوير، انا عم بصور بهواوي ميت 20 برو. التلفون هذا كثير حلو التصوير تبعه، بصور 4K، بس لما اشتغل على البريمير بغلب كثير من ناحيه الصوره ومن ناحيه الكواليتي. الكواليتي اللي عم بتشوفوها حاليا هي هذه الكواليتي، كثير متعوب عليها بالبريمير عبين توصل لهاي المستوى. ان شاء الله الكاميرات الجاي كثير ممتازه، وكثير ممتازه لصانعين المحتوى او اي حد يبلش على اليوتيوب بفلوج او فيديوهات، راح اسوي عليها انبوكسينج، ما راح اعمل اي تفاصيل ثانيه غير لما تيجي ان شاء الله توصلني. طبعا انا بستنى فيها توصلني من برا، بص على الكاميرا وعلى المايك وعلى الاضاءه، راح نبلش خطوه خطوه واعملكم اياها بالتفاصيل كيف ممكن نعدل على البريمير. كل هذا راح يكون بفيديو. حاليا من ناحيه المايك عم بصور كمان على مايك التلفون، مايك التلفون كثير سيء الصراحه، بس ان شاء الله لقدام راح يكون في مايك وراح يكون في اضاءه حلوه. زي ما وعدتكم ان شاء الله كل هاي المعدات الجديده اللي عملناها ابجريد راح تكون في سبيل انه نقدم محتوى حلو يليق فيكم. عشان هيك لا تنسى تحط سبسكرايب ولايك وشير للفيديو، واستنونا بمحتوى جد 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 بخوف. كان معكم راشد من قناه رار سكانا مش رار فتنس. بيس اوت.